بركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ مع حلقات ليت أني دائما أقول ليت أني ذكرتكم بهذه الأمور منذ فترة، ليت أننا استدركنا هذه الجمل قبل أن تدخل مواسم الخير، فنكون ما زلنا نبتدئ. وسمى تفرق بين المبتدئ الذي ما زال يحبو إلى الله، وبين الذي قام على قدميه وسلك الطريق. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. لعلنا فهمنا الآن من قوله تعالى في الحديث القدسي: عبدي قم إلي، فهمنا معنى قول الله في الآية التي معنا: فأقم وجهك للدين. أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه. أقم وجهك للدين وأنت منيب، زي ما قلنا الآية بتاع الجنة. يا سلام، آية الجنة، ودي برضو من الآيات اللي بتشرح الصدر وتفرح القلب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أنا دايما لما أقف مع الآية دي ومع قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يريد برضو هنسمع آيات سيدنا إبراهيم من أول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، لحد ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الشاهد بس دلوقتي بقول إيه، إن لما بقرأ قول ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى: وجاء بقلب منيب، واسمع جنبيها قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء بقلب، أتى بقلب، كأن الأمر أمر ليك. ما تنساش دايما كلمتي أن السيد يأمر العبد، الله يأمر العبد، أنت عبد مأمور، واجب عليك أن تسمع وتطيع وتلبي: لبيك يا رب، أمرك يا رب، عبدك يا رب، بين يديك يا رب. ربنا بيقول لك: هات لي قلب منيب، هات لي قلب سليم، هات لي قلب. ربنا بيقول كده،
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. يبقى لازم تجيله بقلب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب، جاء بقلب منيب. يبقى أنت لازم تصنع لنفسك، تصنع عندك منيب، تصنع قلب منيب. ويا ما قلنا لو أن قلبي في يدي هذه والخير في يدي تلك ما استطعت أن أضع شيئا من الخير بيدي في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه. طب أجيب قلب منيب إزاي؟ قلب سليم إزاي؟ منين؟ هو وحده القادر. فلذلك علاجها منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، لكي يضع ربنا في قلبك إنابة، لكي يضع ربنا في قلبك سلامة، لكي يكون لك قلب سليم، لك قلب منيب. لازم دول تنيب إليه، ترجع وتتوب. وقلنا بقى إن شرط الرجوع كلمة منيب وأنيب، الإسراع، السرعة. اتنين، علو الهمة والقدم في العبادة، اللي هي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يبقى لازم السرعة والعلو، وعلو الكعب والقدم في الطاعة، لازم الاثنين دول يبقوا مع بعض. الاثنين، رجع سريع ورجع عالي، الفولت في السماء، أعلى درجة عمل. واتقوا، اللهم ارزقنا التقوى، واتقوا وأقيموا الصلاة. الصلاة بقالنا دلوقتي 30 سنة بنقول صلي صلي، وربنا سبحانه وتعالى في كل آيات الأمر بالصلاة لم يقل صلوا ولا أدوا الصلاة، وإنما قال أقيموا الصلاة. إقامة، أن تقيمها إقامة القدح، إقامة الصلاة. سبحان الله العظيم، لما الرسول، لما خالد بن الوليد قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعني أقتل هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يصلي، فقال يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أشق صدور الناس ولا أن أنقب عن قلوبه. الشاهد بس من كلام خالد، يعني ما ياما ناس بيصلي وما بيصليش أحسن من الكلام ده كله، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما شاف راجل بينقر الصلاة قال إيه؟ ارجع فصلي، ها؟ فإنك لم تصلي. الرجل وقف وكبر واتجه للقبلة وركع وسجد وقرى الفتحة وقرى التشهد وسلم، والرسول قال له لم تصلي. الرجل شكليا صلى ولا ما صلاش؟ شكليا عمل صلاة، صوريا صورة صلاة، لكن النبي حكم عليها ان دي مش صلاة، مش ان دي مش صلاة. قال له انت ما صليتش،
مش قال له كده حديث متفق عليه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عدم دي اللي بيقولوا عليها المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. يبقى أدام الصلاة دي شرعا مش صحيحة يبقى ما فيش صلاة. كم من مصل النهاردة لا يصلي. والله أنا شفت بعيني واحد بيعمل كده. يا عم مسكته يا عم دي مش صلاة. ميل شوية في الركوع، ميل شوية زيادة. لما ترفع من الركوع اقف، بس اقف لحظة يبقى فيها وقوف، لكن ده كده 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 مش صلاة. اوعى تفكر ان الصلاة دي اجرها ناقص، ان الصلاة دي احسن من اللي ما بيصليش. لا، هو زيه زي اللي ما بيصليش. يعني بطل احسن؟ لا ما تبطلش، صلح صلاتك احسن. هو يتصلي وحش يا ما تصليش؟ ما تصلي كويس، صلي زي ما ربنا امر، صلي زي سيدنا النبي قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. عشان كده قلنا في الطريق إلى الله إن الإنسان يبقى ماشي ربنا أن يهتدي إليه طريقا، فإذا تمكن فتح له في حب النبي. إذا تمكن في السير في الطريق إلى الله يفتح عليه بحب النبي. حب النبي ده رزق، والناس اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبين: حب العاطفة وحب الاتباع. في ناس بتحب النبي حب عاطفة بس من غير اتباع، بيحب النبي، بيحب النبي والنبي شخصية تتحب. احنا بنكتب دلوقتي في رسالة كده في عظمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ينبغي ان ما يغرناش كلام الكفار اللي بيتكلموا عن النبي، لأنهم بيتكلموا عن شخصية النبي مجردة من الرسالة. أما نحن فإحنا بنقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عظيم لأنه كان بيوحى إليه، مش دماغه يعني. لا لا لا، ده إحنا كمان بنقول إيه؟ إن دماغه كانت عظيمة لأن ربنا خلقه رسول. رسول قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ كنت نبيا وآدم مجندل في طينته. من يوم ما ربنا أمر القلم أن يكتب فكتب أن سيدنا النبي، أن سيدنا محمد، كتب أن محمد ابن عبد الله النبي. فلما ربنا خلق نبي صلى الله عليه وسلم، ربنا رباه: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. ربنا رباه ليكون نبيا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى احنا ما نتغرش بكلام اللي بيقولوا العظماء 100 اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده جميل، بس هم بيجردوه من النبوة، من الرسالة، بيكلموا على انه شخص عادي لما يقيسوه بفلان ولا علان. احنا ما بنعملش كده، احنا بنقول محمد رسول الله فعظمته نابعة من رسالته، لأنه يوحى إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنفس، ولكن شخصيته نفسها محبوبة. يعني مع ذلك فاحنا بنقول بقى إيه؟ في حاجتين: حب العاطفة وحب الاتباع. حب العاطفة لأنه شخصية تتحب، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. دائما يقولوا من مميزاته أن من رآه بديهة أحبه، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه قربا أحبه. أي حد يختلط بسيدنا النبي تلاقيه يحبه، سهل يتحب.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فحب سيدنا النبي ده ممكن يبقى عاطفة، أنا بحبه، بحبه الحب ده، حب العاطفة. والأهم من حب العاطفة حب الاتباع، إن أنا أتبعه. فلما ترزق حب النبي قلت إيه؟ فتجعله أمامك إمامك، أو إمامك أمامك، اللي هي صلوا كما رأيتموني أصلي. لما أجي أصلي أنا حاسس إن سيدنا النبي واقف قدامي بيصلي، هو واقف يصلي وأنا بصلي وراه، فواقف زي ما هو واقف. كان بيقف إزاي؟ وإيده فين؟ وعينه فين؟ ولسانه بيقول إيه؟ وصدره إزاي؟ أما بركع بيركع إزاي؟ برفع بيرفع إزاي؟ بسجد بيسجد إزاي؟ الإحساس ده نفسه هو لذة الصلاة، هو طعم الصلاة، هو حلاوة الصلاة. وأقيموا الصلاة، شوف أقيموا الإقامة. عارف لما تستشعر إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، عارف وانت واقف تصلي كده وحاسس ان الله ينصب وجهه لوجهك في صلاتك، ايه رأيك في الاحساس ده؟ ان الله ينصب وجهه لوجهك تبقى عامل ازاي؟ عشان كده يجينا الاخبار بقى عن كثير من السلف انه كان اذا اراد ان يصلي اصفر وشه، يصفر ويعرق. مالك؟ يقول اتدرون بين يدي من اريد ان اقف؟ تعرفين انا اقف قدام مين؟ مش بتلاقي السكرتير قبل ما يفتح الباب على المدير يقعد يعمل كده؟ طب انت لما تيجي تدخل على ربنا بتعمل ايه؟ الله يريد منك قلبك، حضرت قلبك. عشان كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار. قال ابن حجر من فوائد هذا الحديث أنه يعتمد للسير إلى الصلاة ما يعتمد للصلاة، السكينة والوقار. لازم قبل الصلاة يبقى فيه سكينة ووقار، قبل الصلاة، قبل ما تدخل الصلاة، عشان لما تدخل الصلاة يبقى فيه سكينة ووقار في الصلاة. لو ما قدرتش تعمل سكينة ووقار لن تستطيع أن تقيم الصلاة. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. يا جماعة الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. بعض الناس لما نيجي نتكلم عن الشرك يقول لي شرك إيه يا عم الحاج؟ الشرك ده كان على أيام أبو لهب وأبو جهل، ما عادش النهاردة في شرك، حاج بيشرك. يبقى مش فاهم، مش فاهم يعني إيه شرك، ولا فاهم خطورة الشرك. النفاق سبحان الله العظيم، برضو هتلاقي نفس الجملة لما نقول المنافقين النهاردة كتير يقول فين المنافقين دول؟ منافقين دول على أيام عبد الله بن أبي بن سلول. النهاردة الناس هتنافق ليه؟ مش فاهم نفاق.
الإمام أحمد بن حنبل يقول والحسن البصري نفس الجمل هي لو أعلم أني بريء من النفاق لكان خيرا عندي من الدنيا وما فيها. قيل له أتخاف النفاق؟ قال ومالي لا أخافه وقد خافه عمر. قالوا له أتخشى النفاق؟ قال ما أمينه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. النفاق النهاردة كتير والشرك كتير والناس مش واخده بالها ولا دريانة من في الموضوع ولا دريانين ولا عارفين ايه اللي بيحصل. مشكلة كبيرة جدا. الشرك اخفى من دبيب النمل. عارف النملة وهي ماشية على الحجر صوتها ايه؟ بتدب كده على الحجر، ما بتدبش بس مسموعة. ما حدش يحس بالنملة وهي ماشية على دراعك على ايدك، ما تحسش بيها. او الشرك كده ممكن يبقى قلبك مليان نمل يدب بشركه وانت مش دريان ولا عارف ولا فاهم. مشكلة كبيرة في الشرك. الشرك مش بس عبادة الأصنام، من الواحد يحط صنم ويعبده من دون الله. الشرك مش بس عبادة القبور، ان الناس اللي هو يقول يا سيد يا بدوي ويا يا ابو العباس يا مرسي. مش بس ده الشرك. الشرك مش بس شرك الحاكمية، ان يتحاكم الى غير ما انزل الله. الشرك مش بس عبادة الذات وعبادة الهوى. الشرك انواع كثيرة جدا ودقيقة جدا وخطيرة جدا. إنسان إذا انتبه ليها يتخلص منها. نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن احنا الصبح وليل نقول كل يوم 3 مرات الصبح و3 مرات بالليل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. لأن ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثرهم ما بيأمنش إلا هو مشرك، خلطوا إيمانهم بشرك. يبقى مؤمن ومشرك في نفس الوقت. القصة قصة حسين بن عبيد لما أسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم إلها لك؟ قال 6، 5 في الأرض و1 في السماء. تعبد كم واحد؟ قال له 6. قال إذا ضلت راحلتك من الذي تدعوه؟ قال ذاك الذي في السماء. إذا مرض ولد من الذي تدعوه؟ قال ذاك الذي في السماء. إذا أقحطت الأرض واحتجت إلى الماء من الذي تدعوه؟ قال ذاك الذي في السماء. قال فما بال هؤلاء الذين في الأرض؟ من المقاطيع اللي في الأرض اللي أنت بتعبدهم دول بتوع إيه؟ قال له ليوصلوني إلى ذاك الذي في السماء. أنت بتتعجب وبتضحك. يعود 6، 5 في الأرض. أنت ممكن تكون كده، عندك آلهة كتير. اللهم تب علينا من الشرك. ارفع ايدك بقى وقول تبت إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قل يا عبادي الله